السؤال بيقول: أرجو قد أسرتم أن تلغي صلاة القداس الإلهي باللغة القبطية وأن يكون كله العرب. كلامك يا ابني غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا. لم تكمن تطلب ان يلغى اسمك؟ هل انت ابني ولا لا؟ اللغة القبطية على الاقل لها اكثر من اهمية. الاهمية الاولى التراث والايدنتيتي، يعني زي ما بيقولوا الروية. تاني حاجة، اللغة القبطية مرتبطة بالألحان في القداس، لأن في ألحان لما تترجم بالعربية لا تتم كلحن أبدا أبدا أبدا. يعني مثلا الحاجات اللي فيها هزات كثيرة بتتفق مع اللغة القبطية. ليه؟ لأن اللغة القبطية فيها فاولز كتير، حروف متحركة، دي بتساعد. لو مشيت بالعربي لازم تمط في الضمة تعملها واو، تمط في الكسر تعملها ايه. لكن اللغة القبطية فيها الفوز دي. يعني مثلا يجي الكاهن يقول مجدا واكراما، ماشي على طول كده. بالانجليزي glory and honor، بالقبطي او 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 نم او تايو، كلها فوز. او 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 عايز اكتر من كده؟ شكلها ولحنها كما تريد. وهكذا في كثير من الالحان. في مرد القرابين يقول اسألوا عن المهتمين بالقرابين. طوفيجيني ادريم افرقوا قوت. دي كانت ترجمة اطلقوا عن المرتدين. طب راحت فين الهزات؟ ضاع، كلها ضاع. وكتير من الالحان تلاقي الموسيقى مربوطة على القبط، لان القبط هو الاصل، فالموسيقى مربوطة عليه. تعملها بالترجمات تضيع. دي بتفكرني زي واحد مثلا بيكتب شعر، الشعر موزون على اللغة اللي بيكتب بها الشعر، تترجمه اللغة اخرى خلاص راح الوزن لانه انطبق عليه. فكون انك تلغي اللغة القبطية معناها تضيع الالحان معاها، تضيع الالحان. في بعض الحان بيحاولوا يعربوها لكن مش كله، في حاجات كتيرة جدا ما بيقدروش عليها. ثالث حاجة اقولها لك اللي هو ارجو مقدستكم ان تلغي صلاة قداس اله. انا لا املك هذا، دي حاجة ملك للكنيسة كلها. وانا اقول بالامر
ألغية اللغة تبقى ألغية. ده كلام اللي بتقوله